الوكيل العربي بين التجسيد والتجريد ودور وسائل الإعلام في تمثله ترويجه ونقده، وكذلك محاضرة حول الشعر والفنون التشكيلي. يشارك في الدورة الثالثة للملتقى العربي للفنون التشكيلية فنانون ونقاد وباحثون وأكاديميون ينتمون لعدد من البلدان العربية من بينها المغرب وتونس والعراق، إلى جانب فنانين تشكيليين عرب مقيمين في أوروبا. أصدر الشاعر والقاص مشعل عطران مجموعة قصصية بعنوان قصائد النسيان، وتقع هذه المجموعة في 50 صفحة من الحجم المتوسط، تتصدرها لوحة للفنان عبد الكريم الأزهر وتضم 14 قصة قصيرة.